تصدق أو لا تصدق، بلد فيه محامين للحيوانات، في ملاجئ لكل السكان في حالة حدوث حرب نووية، في شركة بتنتج 7 بليون قطعة شوكولاتة كل سنة. ويلكومن تو دير شفايتس، بينفينو على سويس، بينفينوتي إن سويسرا. للي ضعاف في الألماني الفرنساوي والإيطالي معناها أهلا بيكم في سويسرا. ومنتخبها اللي لقبه روسو كروتشاتي ترتيبه حاليا في الفيفا رانكينج 8، يعني صدق أو لا تصدق قدام إيطاليا. بيدربهم الجنرال لقب أوتمار هيتسفيلد، بينظم الفريق في الملعب زي المسطرة، وبيطلب منهم خلال أي ماتش إنهم يغيروا ما بين 4-4-2 4-3-3 و4-2-3-1، والجنرال يقدر يطلب ويتأمر لأن عنده رايت باك سريع وبيجري وكأنه سويس إكسبرس زي ليشتشتاينر، لعيب ارتكاز جسمه حديد وبيغطي خط الوسط طول وعرض زي شاكيري، لعيب خط وسط بساطه بالملي زي زاكا، ده غير حارس مرمى زي بيناليو ومهاجمين زي رودريغوس وبيرامي. باختصار منتخب توب كواليتي زي كل حاجة في سويسرا، من البنوك للشوكولاتة للساعات للتشيز للراكلات اللي هي تشيز برضو بس سايح، لهايدي ألبرشتين اللي هي موديل برضو بس ممكن تسيح، السويسري والألماني والإيطالي والمصري. صدق صدق.